بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، في هذه الحلقة الخاصة والتغطية بمناسبة ذكرى شهادة سيدي ومولاي الإمام الحسن بن علي الزكي العسكري سلام الله عليه، وبهذه المناسبة الأليمة نرفع أسمى آيات العزاء والمواساة لمقام ولده سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر أجل الله فرجه الشريف صاحب الزمان، وللمراجع العظام وللأمة الإسلامية جمعاء، ولكم أنتم مشاهدين الأكارم بذكرى هذا المصاب الجلل. وأرحب بضيفي في هذه الحلقة الخاصة فضيلة الشيخ والأستاذ حسن الجوادي، حياكم الله جناب الشيخ والأستاذ في هذه التغطية الخاصة. حياكم الله أستاذ مسلم، وأهلا ومرحبا بكم. الله يحفظكم. شيخنا العزيز، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله مهد وذكر مرارا وتكرارا عن أنه هناك من بعده من سوف يكون هو خلف للنبي وقائد للأمة. بالنسبة للإمام العسكري سلام الله عليه، كيف استطاع الإمام سلام الله عليه البيان يعني هذه الخلافة وهذه القيادة بالنسبة لولده، باعتبار هذه كانت نهاية الأئمة سلام الله عليهم، أي ختامهم كان بالإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا الإمام سيغيب، والأمة معتادة على وجود قائد ظاهر وإمام ظاهر، فكيف وضح الإمام ووصل الإمام واستطاع الإمام سلام الله عليه إيصال هذه الفكرة للأمة في زمانه سلام الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم، وأحسن الله لنا ولكم الأعزاء بذكرى شهادة مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لاحظ هنا أستاذ مسلم بأن الإمام الحسن العسكري عمل على قضية الإمام المهدي يعني من بعدين مهمين. البعد الأول أنه كتم أمر ولادته، وقبل ذلك هو ثقف عدد من شيعته ومن عيون أصحابه على قضية الاعتقاد به، وأنه سيولد له يعني خلف وسيملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذا هو الذي ثبت عند أصحابه وعند عيون تلامذته، وهؤلاء بادروا بالنشر والتوضيح إلى الناس. هذا من جهة. الجهة الأخرى أن الإمام العسكري عليه السلام لما ولد ولده الحجة بن الحسن صلوات الله عليه أخذ بالكتمان، يعني لم يطلع يعني عامة الناس، وإنما جعل العيون من أصحابه. وفي بداية ولادة الإمام المهدي عليه السلام أطلع الإمام العسكري نخبة من تلامذته، وكان منهم علي بن بلال وابن نوح وغيرهم من الأسماء، أخذ هؤلاء إلى بيته وأطلعهم وقال هذا الخلف، هذا الإمام، واكتموه، يعني أنتم لا تعلنوا عن شيء، عليكم بالكتمان، هذا الذي رأيتموه اكتموا أمره على عامة الناس وعلى العامة، وإنما يقال وينشر أمر هذه القضية بالنسبة للخواص من الشيعة، ثم لممن يؤتمن إخباره، لأنه بعض الناس لا يؤتمنون بإخبارهم بمثل هذه القضايا الحساسة. هذا كله خوفا على الإمام عليه السلام، وهذه تعتبر من العوامل الأساسية التي يعني كانت هي السبب المباشر والمهم للحفاظ على حياة الإمام. يعني الإمام العسكري أخذ بالتدابير والحيطة والحذر من السلطة، متوكلا على الله عز وجل
في أمر ولده الإمام الحجة في سبيل الحفاظ على هذا المولود الجديد. أحسنتم، قدر الإمكان حتى لا يتعرض إلى أي أذى وإلى أي مخاطرة. إحنا الأسباب الطبيعية يؤخذ بها، وهنالك يعني علل وأمور يتكفل بها الحق سبحانه وتعالى، ولكن الأسباب الظاهرية يؤخذ بها. فكان الإمام يهتم بهذا الأمر، لأنه علة غيبة الإمام هو الخوف من البطش والقتل، وإلا يعني لو كان الإمام ظاهرا موجودا لقتل منذ ذلك الزمن كما قتل آباءه، لقتل وعمر يوم، لأنه الإمام أمره كان في غاية الخطورة. ولذلك لاحظ حتى في ولادته سلام الله عليه كان مظلوما وأيضا مغيبا. شيخنا العزيز، لو نتكلم عن قضية الولادة، هل كانت هناك مراسيم خاصة من قبل الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عند ولادة ولده الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بحيث هذه المراسيم توحي إلى الناس وإلى الأمة أو إلى المقربين بأنه هذا المولود سيكون خلف له من بعده؟ طبعا المراسيم لم تكن بالشيء الطبيعي كما يولد أي مولود، وهذه ظلامة كبيرة. يعني بدأت مع الإمام الحجة، لأنه السلطة كانت تراقب كل شيء، كان يعني الوضع خطر. الإمام هو شاب، الإمام ما موجودين مع ناس مثلا وحشم وخدم وقوة وسلاح ومال، كان شابا صغير وولد له مولود، هذا المولود سيأخذ راية الحق. يعني كأنما حتى لم يكن هناك قابلة للولادة، ظروف صعبة، ظروف قاهرة، وكانت هي ولادة إعجازية، ولادة الإمام هي عبارة عن محفوفة بالبركات. نحن نتكلم بالأمر الطبيعي حتى يتوضح للمشاهدين ولعامة الناس أنه من قوة الظلامة أنه ولد الإمام من دون قابلة ومن دون إحاطة بسيطة ولو من قبل مثلا النساء الأخريات، معروف يعني صديقات ومن القريبات، معروف. نعم. المرأة حينما تريد يعني أن تلد وتضع مولودها يعني هنالك نسوة، هنالك اهتمام، هذا محور كلام، أي هنالك شيء من الرمزيات، بعض الممارسات، أكو اهتمام، أكو فرحة، أكو بهجة، أكو العائلة يعني مهتمة راح يجيها مولود. بيت الإمام العسكري لم يكن كذلك أصلاً، يعني وضع خطورة، من التكتم، تكتم يعني وخطورة، وكان الإمام لا يطلع أحد إلا من يوثق به. وحتى يعني لأنه إحنا نتخيل البيت، يعني الحراس اللي مخلينهم على البيت هؤلاء مثلاً عيون للسلطة، فماذا يفعل الإمام؟ لذلك كانت يعني أمر الكتم هذه القضية، لأنه هذا من الوجوب أن تكتم هذه القضية، لا يمكن المداهنة في مثل هذه القضية، لأنها قضية أهل السماء والأرض. كما نسمع أنه في ليلة الولادة حتى أنه طلب من السيدة حكيمة سلام الله عليها أنه يعني تبات يمهم، فهي طلبت أنه قالت له يعني شنو الداعي من الببيت، فقط قال له أنه باتي، يعني شقد أنه كان الأمر مكتوم وصعب، بحيث هو فيما بعد أخبر السيدة سلام الله عليه بقضية أنه سيكون هنالك ولادة، سيكون هنالك فجو مختلف تماما في داره، والسيدة حكيمة موجودة ولم يطلعها. فيعني عجيبة كمية الظلام اللي سقطت عليهم ووقعت على رؤوسهم سلام الله عليهم. شيخنا العزيز، كيف أسس الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه لمسألة الوكالة التي تم تأسيسها من قبل أبيه الإمام الهادي ومن قبل جده والأئمة الباقين سلام الله عليه؟ أحسنتم كثيرا. نظام الوكالة اعتمده الإمام العسكري عليه السلام بعد أن يعني صار للشيعة وجود حقيقي ووجود مؤثر، وانتشر الشيعة في العالم يعني، ولا سيما صار في الأمصار الإسلامية صار لهم وجود ولهم أيضا تأثير، فاحتاجوا إلى العلم، إلى المعرفة، وكيف ينظموا شؤونهم الاجتماعية، شؤونهم المالية، فيحتاجون إلى من يعني يحتاجون إلى قيادات مجتمعية، يحتاجون إلى
الشيخ، يحتاجون إلى من يعطيهم الفتوى، من يعطيهم الحكم، يحتاجون إلى المرشد، إلى الموجه، إلى الذي يقول هذا صح، هذا خطأ، هذا حلال، هذا حرام، احتاجوا. فالإمام عليه السلام اهتم بالوكالة اهتماما كثيرا، فعين عدد من تلامذته ومن عيون أصحابه وأصحاب أبيه الهادي عليه السلام أن يكونوا وكلاء عنه في المناطق والأمصار الإسلامية التي يتوافر ويتواجد فيها عدد من شيعته وشيعة أهل البيت عليهم السلام. واللي كان من هؤلاء يعني الكبار عثمان بن سعيد، اللي كان هو فيما صار فيما بعد من نواب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، سعيد العمري، نعم، وأيضا يعني أيوب وابن نوح والنيشابوري وعدد من هؤلاء الأعلام، واللي كان لهم تأثير كبير في مناطقهم. مثلا يرسل الإمام مثلا ابن إسحاق إلى نيشابور ويقول له يا أحمد ابن إسحاق مثلا أنت وكيلي عند هؤلاء، والمؤمنين إذا يجون مثلا يشوفون الإمام يقولون من وكيلنا في هاي المنطقة، مثلا يعين لهم شخص ويقول مثلا فلان هو الوكيل. وهؤلاء يعني التعاملات المالية، أخماس، زكوات، إدارة شؤونه، المسائل الشرعية، بعض الأحيان ليس من السهل أن يتصلوا بالإمام، فهؤلاء يتصلوا بالوكيل، والوكيل والنائب يأتي إلى الإمام محملا بأسئلتهم، بمثلا احتياجاتهم، قضايا، فيرشد الإمام الوكيل أو يعطيه بعض الصلاحيات. إلى أن هذا كان في متنفس للشيعة. طبعا هذه بركتها ما تزال إلى اليوم. إحنا عندنا مثلا الوكلاء، هسه احنا بمثابة العلماء والمراجع، نعم، بمثابة الوكيل عن الإمام، نعم، أو بمثابة النائب بالمعنى العام يعني، وليس بالمعنى المباشر الخاص، يعني أنه حدده الإمام، نعم. النواب كانوا أربعة وانتهوا، وإنما هذه التي تسمى بالنيابة العامة، يعني هو يحل محل نائب الإمام كأنه الذي يشخصه. فهذه بركته أنه موجودين عندنا علماء ومراجع وترجع إليهم الناس. وصار حتى الرجوع إلى العالم والمرجع مثلا ليس متيسرا هيك على الدوام وفي كل ساعة وفي كل وقت، لذلك عين من أجل التسهيل والتخفيف على أعباء الناس، عين لهم العالم المرجع يعين الوكلاء ويعين المعتمدين، هؤلاء يعتمدهم ويثق فيهم في مناطقهم، يعني ليتواصلوا مع الناس وتتواصل الناس معهم، ثم يأتون بالأسئلة أو بال يعني الاحتياج وهكذا. هذه طبعا من بركة الوكالة التي يعني اهتم بها الإمام العسكري اهتماما بالغا ومؤثرا. نستطيع القول أنه هذه كانت واحدة من الممهدات لعصر الظهور، أنه الإمام سلام الله عليه وجه بالوكلاء، يا وكلائي وجهوا الناس، علموا الناس، أعطوهم المسائل الشرعية، وعن طريق الاستنباط بلا شك هم علماء تحت يد الإمام سلام الله عليه. وهذه واحدة من الإشارات الجليلة والإشارات العظيمة لعلمائنا في زماننا هذا، من بعد من ابتداء الغيبة الكبرى وانتهاء السفراء سلام الله عليهم ورحمهم الله وإلى وقتنا الحالي. شيخنا العزيز، نذهب فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، وهذه عودة لاستكمال هذه التغطية والحلقة الخاصة بذكرى شهادة إمامنا الحادي عشر سيدنا ومولانا الإمام الحسن الزكي العسكري سلام الله عليه. وأرحب مرة أخرى بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ حسن الجوادي، حياكم الله شيخنا العزيز، وأهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى، سلمكم الله. كان الكلام قبل الفاصل عن قضية الوكالة. كما هو معروف أنه بعض الوكلاء امتد بهم الأمر ما بعد الإمام سلام الله عليه، بعد شهادته سلام الله عليه، ليكونوا من السفراء والمقربين والخلص لولده الإمام المهدي سلام الله عليه، كعثمان بن سعيد العمري. فهل كان هو نائباً
أو بماذا يختلف عن غيره من الوكلاء الخاصين الذين كانوا في زمن الإمام العسكري سلام الله عليه؟ أحسنتم. عثمان بن سعيد العمري هذا من الشخصيات المهمة ومن العلماء الكبار من علماء الشيعة وفقهاء الشيعة، وله منزلة عند الأئمة عليهم السلام. هذه الشخصية المهمة، يعني العلماء الرجال وعلماء السيار والمؤرخين العديد منهم أشار إلى أنه عثمان بن سعيد هو عاصر الإمام الجواد، وكان عمره يعني قريب 10 سنوات إلى 11 سنة مع أبيه. نعم، وكان قريب يعني من الإمام الجواد، وحتى أنه حاز على بعض الفضائل والمكرمات وأوصى به الإمام سلام الله عليه. نعم، ثم بعد ذلك من الطبيعي أن يكون يعني هذا التلميذ، هذا الشاب اليافع مع الإمام الهادي، فتربى على يد الإمام الهادي عليه السلام، وأخذ من علمه وأخذ ثقته، حتى وصل به الحال أن الإمام الهادي عليه السلام فقال، يعني هذا عثمان لما سأله، أحمد بن إسحاق اللي كان من الشخصيات الشيعية المهمة، قال له هذا يعني كأنه هذا عثمان منزلته أو كذا، قال له ثقتي، فما أدى عني إليك فعني يؤدي. يعني هذا مو شخص عادي، هذا وهو موثوق ومؤتمن على هذه الأموال وعلى الدين وعلى قضايا أخرى. ثم بعد ذلك من الإمام الهادي صار نائبا ووكيلا للإمام العسكري عليه السلام، والإمام العسكري أيضا قال يعني في حقه مقولات مهمة، اللي أنه صدر في حق عثمان بن سعيد يعني نص ورواية رائعة، عثمان وابنه ثقتي، ونفس الصيغة، ويعني ما يؤديان ما يقولان عني، ما يؤديان فعني يؤديان، ثقتي الإمام ما يقولها. نعم شيخنا العزيز، مفردة ثقتي سمعناها من خطاب الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي ألقاه مسلم بن عقيل لما أرسله إلى الكوفة سفيرا، أرسلت إليكم ثقتي وابن عمي مسلم بن عقيل. وهذا هو ديدن الأئمة عليهم السلام حينما يعبرون عن شخص يعني هو ممتلئ علم ودين وأخلاق، ويعني يعطوه مهمة معينة يوصفون بهذا الوصف أنه الثقة. ولذلك يعني في قصة مهمة في حياة الإمام العسكري، لما وصل إليه نفر من أهل اليمن، مجموعة من الأغنياء أو التجار يحملون الأموال، ويعني جلسوا مع الإمام العسكري، وهنا الإمام كأنما يعني مستحقات مالية أو حقوق شرعية كذا، وصلوا إلى الإمام حتى أنه يعين به الشيعة آنذاك. فطلب الإمام العسكري عليه السلام ونادى عثمان فقال يعني أحضر عثمان. يعني أين عثمان؟ أين عثمان؟ تعال إجي عثمان. قال لعثمان أمام الملأ، أمام الناس القاعدين، يسمع الناس أيه. كأنما فقال له فإنك الثقة والمأمون على مال الله، يعني مو أنت أي واحد، هذول هم انتبهوا الإمام جاي يقول على عثمان بن سعيد أنه هو الثقة والمأمون على أموال الله، ما قال له أي شيء، أموال الله، شوف أهمية الحقوق. وهؤلاء سمعوا قالوا للإمام، ردوا عليه قالوا له يعني همزين أنت قلت لنا أنه مثل هيك شخص عرفتنا عليه. بدأ الإمام هنا بعد يثني عليه ويمدح، هذا يعني يبين هنا المنزلة. وأيضا من يسأل عنه يقول يعني العمري وابنه ثقتان. بعدين الإمام أيضا يفصل في مواقف أخرى تبين أهمية عثمان بن سعيد. نعم شيخنا العزيز، كل هذا التأكيد على هذا الوكيل وهذا الشخص المقرب من آل البيت وخاصة من الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، يريد أن يوضح للناس أنه يا ناس ترى هذا الإنسان مو إنسان عادي، وكأنما يمهد للطريق فيما بعد باعتباره راح يكون أحد سفراء الإمام المهدي سلام الله عليه، وينقل للناس ما يجري الإمام من مخاطبات ما بينه وما بين شيعته، حتى تتأكد الناس أنه هذا الكلام صادر من الإمام المغيب والإمام الغائب سلام الله عليه،
ويكون ثقة وأهل لنقل هذا الكلام. شيخنا العزيز، لو نأتي إلى آخر وصايا إمامنا الحسن الزكي العسكري سلام الله عليه، وقبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، يا ريت تحدثنا عن بعض هذه الوصايا. حياكم الله أستاذ مسلم. طبعا الإمام سلام الله عليه أوصى يعني شيعته بوصايا متعددة، وكانت له كلمات وحكم معروفة، ولكن هنالك وصية مهمة ومعروفة، وصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام لشيعته. ومن اللطيف أنه كانت بعض البيوت، بيوت الشيعة، أنها تطبع هذه الوصية وتستنسخها وتعلقها على الجدران، وهذا من الأدب والثقافة العالية يعني لرب الأسرة، أنه يعلمهم أنه يحفظون كلمات الأئمة عليهم السلام. وحتى أنه المرجع الأعلى سيد السيستاني حفظه الله وأدام الله في أيام بركاته وظله، آمين يا رب، يوصي في أحد دروسه بأنه ضرورة تعليم الصبيان لأحاديث أهل البيت عليهم السلام، يعني تعليم الأطفال، يعني حتى الطفل هذا من يكبر ويبلغ به العمر أنه ينشأ على هديهم وعلى نورهم وعلى كلماتهم المباركة. طبعا وهذا التأسيس من الأئمة عليهم السلام، أنه تعليم الصبيان أحاديثهم قبل أن تسبقهم يعني إليهم المرجئة ويتعلمون علومهم أو أفكارهم، ولذلك تنغرس قيم وأفكار أهل البيت عليهم السلام. لأن الآن هنا مثل المدارس يعني لا تعطي هذه القيم ولا تعطي هذه الأفكار إلا يمكن النزر اليسير، ولذلك في هذا الوقت مسؤولية الآباء أن يغرسوا حب وثقافة ووعي أهل البيت عليهم السلام في نفوسهم، أحاديث أهل البيت، وصايا أهل البيت، حكم أهل البيت، كلمات هذا جوهرنا، هذا أساسنا، هاي هويتنا. ولذلك الإمام العسكري عليه السلام ونحن اليوم في رحابه المباركة والطاهرة هو أوصى شيعته. فلنلاحظ ما كانت هذه الوصية، ماذا تحمل من أبعاد، ونتبرك ونقرأ يعني عليكم وعلى السادة المشاهدين بعض من هذه الوصية. الإمام العسكري عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله. هذه هي أم الوصايا أو مفتاح كل وصية، هي تقوى الله عز وجل، وصية باقي الأئمة، وهذه أيضا يعني طرح القرآن الكريم ووصية القرآن ووصية النبي صلى الله عليه وآله، اللي هي فتقول. يعني أعلى الأشياء تقوى الله، وأمير المؤمنين شرحها وبينها في خطبة كاملة، يعني لما سأله أحد أصحابه وقال له صف للمتقين، فوصف الإمام المتقين، قال له يعني أنا ما اكتفيت زدني. الإمام يعني شاف خاف عليه، لأنه لما وصف المتقين بالأوصاف الكبيرة والصحيحة والدقيقة بالمسار هذا، لما كمل أمير المؤمنين وانتهى من وصف المتقين انتبهوا إليه، يعني وجدوه يعني مخشيا وقد ذهب يعني عمره وارتحل وتوفي من ساعته. وهكذا تفعل يعني النصائح البليغة، نعم، قوة الكلمات، نعم، من فصاحة وبلاغة وعمق. هذه العبارة التقوى والمتقين، من هؤلاء المتقين؟ من ذول المتقين؟ أمير المؤمنين عليه السلام وصفهم بأوصاف في خطبة كاملة، نعم، وهذي موجودة في نهج البلاغة، وهاي أيضا من الأسس اللي وضعوها أهل البيت عليهم السلام. لذلك نشوف الإمام الحسن العسكري أول ما ابتدأ: أوصيكم بتقوى الله، اللي هي آي أم الوصايا ورأس الوصايا وأفضلهم، والورع في دينكم، اللي هي مأخوذة أيضا من التقوى، وهي أحد فروع التقوى أنه الإنسان يكون ورع وأيضا يصل إلى هذه الدرجة، درجة التقوى. الورع اللي هو الابتعاد، يكف الإنسان عن المحارم، يعني يكف عن محارم وعن الموبقات ويؤدي الواجبات، والاجتهاد لله، يعني الإنسان يجتهد ويعبد ويعني يبذل ما في وسعه من أجل دين الله عز وجل والتزاماته. وهنا راح يتعرض إلى مفهوم اجتماعي أخلاقي وصدق الحديث. الإمام مقرونة طلب يعني أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم، ثم الاجتهاد لله، ثم صدق الحديث. كأنما بدأ الإمام هنا اجتماعيا الحديث، نعم، بهذه الصفات، نعم، هذا تدرج، خلينا نقول احنا، نعم، تقوى الله الرأس الأكبر، ثم يتفرع منها هنا صدق الحديث، هذا ببعد اجتماعي. نعم. الإنسان إذا كان صادق مع نفسه
وصادق مع الآخرين، مع المجتمع. يعني بها هذه لمسات اجتماعية. وطول السجود مفهوم عبادي ومفهوم رائع هذا، السجود فيه أسرار عظيمة وهائلة. الإمام يريد أن ينبه الناس، هسه مثلا يشرح أبعاد السجود وكذا، يحتاج إلى يعني الإمام حتى يبين إلى صفحات، ويريد وصية مختصرة، بس هو يريد يدفع الإنسان إلى السجود. إذا ذهب إلى السجود سيلتمس أثره، ويجوز هو لو يشرح مثلا مو بقدر أنه الإنسان يلتمس أثره من خلال الأداء، يعني الإنسان العملي. يدفع الإمام، يدفع الإنسان لتأدية هذا الأمر. صدق الحديث بحلاوة، والسجود أيضا فيه حلاوة وفيه عالم من الأنس والمحبة وحسن الجوار. ثم يعود، يعني هو يمزج ما بين المفهوم العبادي البحت الشعائري اللي هو السجود، ثم يأتي يعني قبل صدق الحديث، ثم السجود، ثم يأتي لحسن الجوار. يعني كيف يضع هذه المفاهيم، وحسن الجوار هذا من أهم وواحد من أقدس المفاهيم الأخلاقية الإسلامية التي ابتدأت من النبي صلى الله عليه وآله، ومرورا تأسيس عملي ثم نظري. يعني أكو تأسيس عملي النبي صلى الله عليه وآله مع جيرانه مع المختلف، ثم وصل إلى التنظيرات، ويعني أشبع الموضوع عملا وتنظيرا وتأسيسا. ثم بعد ذلك الإمام يقول فبهذا، يعني بعد أن يقول هذه الصفات يخلص الإمام إلى نتيجة، يحط الفاء، يقول فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله، يعني بهذه القيم، بهذه الأسس، بهذه النبل التي ذكرها، نعم اللي ذكرها الإمام، يقول فبهذا جاء. يقول بعدين الإمام عليه السلام يقول صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزه، يعني شنو صلوا، يعني روحوا أنتوا خلينا نقول تواصلوا، صلوا وياهم، اشتركوا وياهم. هسه إما من الصلاة اللي هي العبادة، وإما من الصلة اللي هي المشاركة الاجتماعية. فلاحظ هنا الإمام يقول صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم، يعني اللي هو مختلف عني، مو أقاطعة أو مثلا أظلمة أو كذا، طالما هو محترم أتعايش معه، أحافظ على عقيدتي لكن أحترمه، يعني أتواصل معه، ولا سيما في الظروف اللي فيها نوع من الظلم والقسوة. نحتاج هنا أن الاحتياط والتقية بصورة كبيرة كيف جدا. أن الإمام سلام الله عليه يحاول جمع شتات المجتمع ونبذ الطائفية بالمصطلح الآن المتوارد، هذا تأسيس، ولم الشمل بالنسبة لكافة مكونات المجتمع. ثم ينتهي الإمام ويستمر ويقول وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه، شنو راح يكون، وأدى الأمانة، ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة، شرح وحسن خلق مع الناس، قيل هذا شيعي، يعني إذا كلهم طبقهم وقيل هذا شيعي، الإمام يقول فيسرني ذلك، يقول يعني الآن أنسعد. الآن في طيات كلام الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين كيف يكون الشيعي. يعني الآن إذا شخص يريد يتساءل كيف، هل أنه فعلا هو شيعي ويتساءل أنه هو شيعي أم لا، وهل هو يسر الإمام سلام الله عليه وباقي الأئمة مثل ما ذكر أنه هذا تأسيس من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل إذا ورع منكم يعني في دينه، هاي أكد عليها الإمام عليه السلام، وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلق مع الناس، قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. الركائز الأربع أسس، يقول فيسرني ذلك، يعني أنت تتعامل مع الناس بالخلق والنبل اللي أدبوك عليها أهل البيت عليهم السلام، فالمختلف عنك شي يقول هذا شنو شيعي، هذا منه، فيسأل يقولون هذا شيعي، لأن الإمام هناك الإمام الصادق حكى هاي المفاهيم وتحدث عنها، لأنه كونوا دعاة لنا صامتين. يعني شنو بأخلاقكم، فمن الناس يسألون هذا منه، يقولون هذا الشيء، هذا الشيء. فهنا هذا ليش سبق الأخلاق، سبقت الدعوة إلى العنوان الديني أو المذهبي، كما بأخلاق. كان معروف للنبي صلى الله عليه وآله بأخلاقه، وعندما بعث المشاع أمام الناس هو الصادق الأمين. أحسن.
ثم يكمل الإمام سلام الله عليه يقول اتقوا الله وكونوا زينا، يعني ترى راح تمثل إمام، يعني راح هنا مفهوم الإمام اللي يرسله إنه يقول كل شيعي هو يمثل الإمام، كونوا زينا. دقيقة العبارة جدا. ولا تكونوا شينا. ليش؟ إذا كنت زين معناه أنت قربت الناس إلى الإمام، وإذا كنت شين ربما تسيء إلى دينك أو مذهبك أو طائفتك. شوف إيش قد الإنسان هنا يكون حذر في تعاملاته وحذق، لأنه هو ينتمي إلى مدرسة كبرى، إلى المدرسة الإلهية. هذا الانتماء يخليه خاشع، خاضع، مطيع، خائف، خاف يتصرف تصرف مثلاً مو لائق، لأنه الناس ينظرون، أحد الأساتذة الكبار يقول الناس ينظرون إلى أفعالكم ويتأثروا بها، يشوفك أنت شلون تتصرف، أنت مثلاً المتدين، أبو الدين، طالب العلم، كيف يتصرف؟ فإن الناس يأخذون الدين من تصرفاته، من سلوكياته. شوف هذا يعني الكلام الدقيق، هذه يعني إشارات الإمام سلام الله عليه. ويقول جروا إلينا كل مودة، جيبوا إن الود الكلمة الطيبة، وادفعوا عنا كل قبيح، جيبوا لنا المودة، الخير، المحبة، التسامح بأفعالكم. نعم، هو بالخلق، شلون أنت كيف يعني تسحب المودة؟ بأخلاقك، بعلمك، بنبلك، وكيف تبعد القبيح أيضا من خلال إحجامك وسيطرتك وطاعتك. يقول فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله. ثم يعني يكمل الإمام سلام الله عليه سائر يعني الكلمات وتوجيهات في هذه الوصية. نعم، بلا شك كان حقا للشيعة ومحبي هذا الإمام الزكي الطاهر أن يكتبوا هذه الكلمات ويعلقوها في بيوتهم، لما لها من أهمية وأثر كبير في تنشئة شخصية الإنسان الشيعي. نعم، شكرا جزيلا وكثيرا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ حسن الجوادي، كنت ضيفا عزيزا طيبا معنا في هذه الحلقة الخاصة. نعم مشاهدينا الأكارم، السلام على إمامنا الحسن الزكي العسكري، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته وشفاعة أبائه وجده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأن يرزقنا زيارتهم في الدنيا بحق محمد وآل محمد. نعم أيها الأحبة، وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية في الدين والدنيا إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.